اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. لو لم يكن هذا المقال في الحره لما كان هذا الفيديو. هذا الفيديو للدفاع عن الحقيقه، عن التحقيق، عن ادراك ودرايه، عن النسب العربي للملكه اليزابيث. كان للشرف ان تتبعت 43 جيلا بتدقيق تاريخي تتبعه أكثر من مؤرخ بريطاني، وسايرته أكثر من 14 استجواب ومقابلة، ولم يمرر ولا استجواب ولا مقابلة في جميع وسائل الأنباء التي سجلت معي. هذا للتأكيد فقط أن هناك حرية في الغرب للإعلام، لكن عندما يصل التدقيق إلى درجة أني ضبطت 43 جيلا بشكل كامل وبشكل دقيق من المصادر اللاتينية والمصادر العربية والقشتالية القديمة، وأيضا للغة جبل طارق، عموما هناك لغة قشتالية خاصة بها إلى آخره. تدقيقات عالية جعلت أكبر المؤرخين يحترمون على الأقل، وعندما نجد الصحافي يتجرأ على موقع المؤرخ ويؤكد أن هوغو فيكرز لم يرد أن يعلق بخصوص النسب، ونجد الصحفي يحكم في نفس مقاله في الحرة. نجد هوغو يتحفظ، هذا المؤرخ الذي يحترمه والذي نقلت له أغلب التدقيقات التي طلبها، هو لا يرغب في التعليق لأنه يعرف إن علق سيصل إلى الحقيقة، ولأنه لا يريد الصدام في هذه الأيام الحداد، فبالتأكيد أنه تجاوز ولا يريد التعليق. وعندما يعجز الصحفي عن أي مصدر لأنه لسنوات والاتصالات قائمة، ما هي وجهة نظرك، تدقيقاتك، فأصبحت عندي وجهة نظر. أنا لا أتحدث عن وجهة نظر، أنا أتحدث عن شجرة بكاملها رسمتها للصحافة البريطانية بدقة متناهية وأوصلت الشجرة. هناك من شكك من المؤرخين وأيضا، لكنهم لم يبحثوا على هذا النسب بدقة، فكان لي شرف المناسبة أني دققت في هذه الشجرة وأرسلتها للصحف البريطانية، ولأول مرة يظهر ذلك انطلاقا من مقال لجريدة الأسبوع الصحفي التي كنت أشتغل فيها إلى جانب الواشنطن بوست وغيرها. فكانت الأسبوعية المقدرة لقيدوم صحفي أترحم عليه اليوم في هذه الجمعة مصطفى العلوي، وكان واضحا جدا أن منسوب الحرية في هذه الجريدة كان مرتفعا للغاية إلى أقصى حد محتمل، فكان لا يرهبه ما بين السجن وما بين بيته، فرحمه الله. في هذه اللحظة التي انسحبت فيها من الجريدة ما بعد القيدوم كان واضحا جدا، ولسنوات، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 20 سنة، وكل هذا كان متواترا دقيقا للغاية. ندقق المصدر وندقق غيره وهذا له شجون. من المهم الآن أن نؤكد أن هذا الخبر، هذه الشجرة التي كانت مقالا في هذه الجريدة، لم يوضع في مقال الحرة مثل هذا الرابط، رغم أنه رابط أساسي، هو الذي أثار المشكل وهو صاحب الشجرة، لكن رغم ذلك همش إلى صحيفة مغربية بين قوسين، فكأنها غير مغربية أو لا أدري. ثم ثانيا أن جميع الروابط موجودة في الردود إلا المقال الأصلي، هذا لا رابط فيه، وهذه ولا نعمة الصحافة ولا نعمة الموضوعية ولا نعمة الحيادية ولا نعمة المهنية، إنه فقد لعذرية المهنية عندما تنقل جميع الردود ولا ينقل المقال الأصلي. هذه مسألة رئيسة. ثانيا لا يذكر المقال الأصلي وهو الذي أثار قضية الشجرة 43 بالكامل. نحن عملنا على أكثر من مرجع، جميع المراجع بدون استثناء راجعناها، ولكن ليس عيبا على الحرة، لأني كما ذكرت
عشرات المقابلات التي حدثت مع الإعلام البريطاني والأمريكي بخصوص تدقيق النسب في الملكة إليزابيث وغيرها من المؤرخين، فلم يكن إلا واحدا حياديا. الآن أشكره ونقل التعليق في الحرة في نفس المقال. مهم جدا هنا أن أذكر التحدي لكل المؤرخين عربا كانوا أو بريطانيين لإعادة ضبط هذه الشجرة، وإن كان فيها خلل فأستعد لمناقشته وإعادة ضبطه، لكن أن يطلق الكلام على عواهنه دون ضبط ودون قواعد علمية بالنسبة للتاريخ وبالنسبة أيضا للأوتوبيوغرافيا، لا هذه ولا تلك، يجب أن يحترم على الأقل العلم، القاعدة العلمية، لا أطلب أكثر من ذلك، لا أطلب أكثر من احترام القاعدة العلمية والضبط. وبالنسبة للمراجع فقد وصلت إلى 251 ما بين كل اللغات، مما يعني تدقيقا أكبر مما يجعل أي مؤرخ يقف أمام الحقيقة وأمام الطعون، لأن المهم في كل هذه العملية أن هناك طعنا على نسب ابن عباد، وهذا خطير جدا، وهذا الذي نقل من كتب شعوبية وأيضا من الذين ناصروا يوسف بن تاشفين وحاولوا أن يصنعوا تاريخه، وهذا يجب أن يدقق بشكل أكبر بكثير. ولذلك عندما زعزعنا هذه الرواية وهذا الاتصال المرغوب فيه ما بين المؤرخين الأمازيغ وما بين المؤرخين القشتاليين لوضع النسب، نسب ابن عباد في حالة استشكال، فهذا الذي وقع، الكل وراءه ما وراءه. وبالتالي فإن ما أراه الآن هو محاولة تجاوز كل هذا والسماح لحرية البحث والإبداع أن تكون حقا. نحن لا نطلب فقط الإبداع الذي يمكن لمختصة في التاريخ المبكر لا تعرف لهجات العرب ولا دقتها، لا تعرف قبل أي شيء، الأمر لا يتعلق بلسان العرب أو تاج العروس أو غيرها، هناك اللهجات العربية 14 التي يجب تدقيقها. بالنسبة لهذه الشخصية لا تنطق حتى العربية وتريد أن تكون للإسلام المبكر، ورددنا على هذا بقوة، وسيأتي اليوم الذي ستكون فيه قناة خاصة للرد لمعرفة أي أساطير وأي فذلكات في هذا التاريخ. مهم جدا أن من لا تاريخ له لا مستقبل له، وهذا واقع الحال. صحيح على أن هذا الخط بالنسبة لهذه القناة لا أريد تغييره ببساطة شديدة، ولكن في نفس الوقت سيأتي الزمن لإعادة ضبط أكثر من أمر، خصوصا بالنسبة للذين يعتبرون أن جهل العرب للاتينية أو جهلهم لليونانية القديمة أو جهلهم للقشتالية وما تبقى من لغات قديمة من الآرامية وإلى حدود القشتالية، وهذا الذي يهمنا في هذه المنطقة لأن هذا يؤثر في تاريخنا. فأكثر الروايات مجرد وجهات نظر ولم تكن لي وجهة نظر، وحاول البحث عن الحقيقة لا أقل ولا أكثر. لقد تعبت كثيرا من أجل ضبط هذه الشجرة وتسليمها للإعلام البريطاني ونشرها مشكورا، لكنه لم يدقق فيها ولم ينشر مقابلاتها التي أتت على إثرها، ولم يفتح النقاش الطويل أو المقابلة أو المناظرة في هذا. ولذلك وجدت على الأقل في هذا الإعلام المتحدث بالعربية أن يقف مليا، لأن الأمر يتعلق على الأقل بكاتب يكتب بالعربية وما بين كاتب هو أصل الحكاية كاتب عربي آخر، كان يمكن على الأقل أن يستفسر، أن يدقق قبل نشر مقاله. في الإعلام البريطاني على الأقل كما لاحظت لأكثر من 17 وسيلة إعلام كلها على الأقل قابلت، دققت، أتت بمؤرخين إلى آخره، وبعدها سكتت.
وبعدها سكتت ولم تنشر شيء، ولكنها على الأقل دققت. لم يسمح النشر، ليس مكان للنشر، هذا مساس بالملكية البريطانية، لكل قصته. ولكن المهم أن الصحافي على الأقل يقابل، يسجل، يدقق إلى آخره. بالنسبة للعربي فإنه فقط يذكر كل الروابط إلا أصل الرابط، بل ويحتكره، وهذا الذي رفضته. لذلك فلا زال التحدي قائما، أيا كان مؤرخا أو إعلاميا أو غيره، في إعادة تثبيت هذه الأصول في 43 جيلا، وبنفس الذي رسمته للصحافة البريطانية. هذه الشجرة هي الشجرة المعتمدة، وقد اعتمدت في المتحف الملكي، معتمدة في كل أكثر من مكان، معتمدة، ولا أحد يشكك فيها إلا الإعلام العربي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.